أسعد الله صباحكم مشاهدينا مشاهدي تيريتي العربية في كل مكان، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل الصحة. مشاهدينا، في القسم الأول من حلقتنا سوف نتحدث عن علاقة الغذاء بصحة الشعر والأظافر، أيضا سوف نتحدث في قسمنا الآخر عن الإنفلونزا لدى الأطفال، وخصوصا نحن في فصل الشتاء أيضا كثيرا هو موسم الإنفلونزا. تابعونا ففي شعبتنا المزيد. هل تعاني من ضعف وتساقط في الشعر؟ ما هو الغذاء الأفضل لجعل الشعر أكثر صحة وجاذبية؟ الجزر أم البروكولي أم الفاصولياء؟ أيهما أنفع لتغذية الشعر؟ ما الواجب فعله للأظافر الضعيفة سريعة الكسر؟ ما هي الفيتامينات التي تعتبر الأفضل لجعل الأظافر أقوى؟ كل هذا ستجدون أجوبته مع رولا علوش في برنامج دليل الصحة بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. إذا مشاهدينا، ليس فقط من المهم العناية بالمظهر الخارجي للشعر والأظافر، لكن الأهم هو أن تصل المواد الغذائية والعناصر المهمة للشعر والأظافر لتظهر بمظهر صحي أكثر. لنعرف أكثر عن علاقة الصحة والتغذية بصحة الأظافر معنا أخصائي التغذية رولا علوش. صباح الخير لك رولا. صباح الورد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن موضوع يعني خلينا نقول بهم الصبايا أكثر شيء، هو صحيح. يعني علاقة التغذية بالشعر والأظافر. صحيح والله، وبهم الرجال يعني. وكمان أكيد طبعاً كمان يعني صايرين هيك أكثر عم يهتموا بهالأمور. الشعر أكيد. فخلينا نحكي يعني مثل ما ذكرت رولا، يعني مو بس مهم العناية، نحن كمان الصبايا بيهتموا أكثر بأظافرهم وبالشعر بمظهره الخارجي، لكن يمكن العناية الأساسية هي قد إيه عم نعطي عناصر غذائية يعني بنية الشعر والأظافر. هلا طبعا يعني في كثير ناس بتتساءل انه انا اذا عندي ضعف بالشعر، في عندي تساقط او عندي اي مشكله من مشاكل الشعر، في ناس بيتوقعوا انه انا مثلا ححط يعني كريم او ححط ماسك حيمشي الحال وحيصير في تحسن جيد. الحقيقه طبعا العلاجات، الكريمات والكيراتين اللي بيتم علاجه عن طريق الكيراتين مثلا او اي نوع من انواع العلاجات هو مفيد جدا، ولكن نحن هون نحاب اليوم نوضح الفكره انه حتى تكوينه الشعر الواحده هي لها ثلاث اقسام، يعني ثلاث طبقات. الطبقة الخارجية هي الطبقة اللي بتتحمل بقى الصبغات والسشوار اللي عادة نحن يعني نكثر منه النساء، والجو والمناخ أيوة يعني العوامل الجوية. الطبقة الوسطى اللي هي الكيراتين، مكون من الكيراتين، هي الطبقة اللي نحن بتهمنا، والطبقة طبعا الداخلية، بس مو كل الأشخاص عندهم الطبقة الداخلية. الطبقة الثالثة من الشعرة عند بعض الأشخاص حسب نوعية الشعر، اللي بتكون شعرهم شوي خميلة يعني بتكون. الطبقة الثانية والثالثة اللي هن الداخليات هي اللي يعني بيهمنا نركز عليها. هي الطبقات ما بتاخذ يعني الماسك لما ينحط ما بيوصل لها الا يعني بعد ما مثلا تكون انواع يعني معينه من الماسك، وحتى ما بيوصل لفروه الراس وبيتغذى الشعر او لجذره الشعر بالضبط. الفكره الثانيه انه عاده لما يصير في عندنا نقص بالعناصر الغذائيه مثلا مثل الحديد والزنك، هي بشكل عام يعني بعض العناصر الغذائيه لما تنقص وين؟ بالدم. الدم عم يغذي فروه الرأس، فبالتالي البصيلات اللي موجودة بالشعر اللي عم تحتفظ بالشعرة راح تضعف، هاي البصيلات حتصير بقى تتخلص من الشعر بسهولة، يعني بالتمشيط ممكن يصير في سقوط للشعر بسهولة. يعني تلاحظ المرأة مثلا هي عم تستحمى أو عم تمشط شعرها بصير يتساقط بكميات كبيرة. ولما بنحكي عن سقوط الشعر، ولا كمان أيضا لازم نأكد أنه في سقوط طبيعي للشعر طبعاً. يعني ففي سقوط معين هو اللي بدل على مثلا نقص بالعناصر الغذائية بالضبط. هلا هو الحقيقة باليوم الواحد يعني مسموح انه يسقط من 50 ل 100 شعره، هذا الحدود الطبيعيه طبعا يعني زائد ناقص بكميات بسيطه، ولكن اذا لاحظنا انه في اكثر يعني اكثر من كميه ال 100 شعره بدنا ننتبه، وبده يكون في فعلا نقص للعناصر الغذائيه، او بده يعني وغالبا على فكره كندا بيكون التساقط سببه نقص بالعناصر الغذائيه، ما بيكون سبب انه هو طبيعي او التساقط. دائما لما بنلاقي انه يعني لاحظ انه في فرق فعلا، شعري بدا يخف مثلا لما عم بمسكه بايدي عم بحس انه فعلا صار خفيف، او الناس عم بتقلي انه صار عندي فراغات مثلا بفروه الراس، بدي انتبه وراجع طبيب، او بدي حلل فورا. حتى هلا يعني ممكن احنا نقول فورا شو هي التحاليل اللي ممكن يعملها الانسان حتى يعرف اذا عنده مشاكل بنقص بالعناصر الغذائيه. طب
شو هي أهم مشاكل الشعر اللي ممكن نواجهها؟ تمام، هلا نحن حكينا أهو المشكلة هي التساقط، يعني أغلب الناس بتعاني من التساقط أو عدم إنه ما بيطول الشعر، ما بيطول يعني بيطول مثلا فترة معينة وما بيعود بيطول أكثر. هو كمان بالسنة بطيئة. يعني هو بالسنة يعني قد لازم يطول الشعر؟ هو مثلاً بحدود 15 سنتيمتر، طبعا زيادة ناقص بشوي، ولكن يعني بالسنة هي 15 سنتيمتر. على فكرة هي يعني الكمية اللي نحن عادة بتروحي لما بتقولي بدك تطرفي شعرك مثلا، ما بدنا نقص منه، بدنا نقص تطريف، هي حقيقة الكمية أو حتى أكثر بشوي، هي 15 سنتي. يعني فينا المرأة تقيس قديش 15 وتشوف خلال السنة قد ايه طول، وهيك بقى بتقدر تعرف انه هي بالمستوى الطبيعي او يعني بدها تعتني اكثر بشعرها. طب لولا قدامنا يعني قبل ما ندخل بالمشاكل، خليني اول شيء ادخل بالشيء الاهم واللي هو مثل ما شايفين اليوم هيك قدامنا انواع متعدده يعني من الاغذيه وملونه، فشو علاقتها بالشعر؟ خليني اعرف منك. هلا الاغذيه طبعا تحتوي على عناصر غذائيه مختلفه، في منا المعادن، في الفيتامينات، في حتى نوعيه البروتينات الموجوده، كل هي الانواع من العناصر المغذيه بتدخل على الدم، ولما يصير في عنا اكتفاء من هاي العناصر الغذائية خلص معناتها بصيلة الشعر بتصير قوية وما بتعود تتخلص من الشعر بسهولة، ولكن لما يصير عنا نقص خاصة بالبروتين والحديد والزنك، هذول ثلاث عناصر، بصير بصيلة الشعر اللي بالفروة بتصير كتير ضعيفة، وبصير بقى يعني تتخلص من الشعر بسهولة، خاصة الأشخاص اللي عندهم فراغات. هلا يعني في مشكلة، هلا بعرف منك إنه الشعر يحتاج إلى بروتين، حديد، وزنك، هيك بشكل عام. بشكل عام لازم تتوفر هذه العناصر الغذائية لكي تحافظ على قوة الشعر. بالضبط. طب وين بتتواجد مثلا هذه؟ هلا العناصر هاي بشكل عام طبعا البروتينات، نحن يعني حتى نذكر بالناس، طبعا البروتين هو المادة الموجودة في منتجات الحيوانية والنباتية. المنتجات الحيوانية كلنا بنعرف انه البروتين موجود باللحوم بأنواعها، طبعا سواء كان لحم الأحمر أو لحم الدجاج أو حتى اللحوم السمك، كلها تحتوي على نسبة جيدة من البروتين. فإذا الأشخاص اللي بيدخلوا بنظام غذائي وريجيمات وبصيروا يعملوا ريجيمات قاسية، وفي ناس تلغي البروتينات من نظامها، مو بس بتأثر على العضل مثل ما ذكرنا انه ممكن تخسر العضل، حتى بصير بيأثر على تكوين الشعر. تخيلي انه 88% من الشعر هو بروتين، فاذا قد ايه احنا بدنا ناخذ بروتين بكميات كافيه لحتى نحافظ على نسبه جيده ويصير في تغذيه ممتازه للشعر. هلا في ناس كمان بتقلك من بعض المشاكل هي لمعان الشعر، وحتى ممكن الشعر الابيض هي تدخل بمشاكل شعر، ممكن نحكي عنها بعد شوي. لكن بالنسبه للتساقط يعني حتى نوضح للناس اكثر، التساقط بيعتمد كتير على ثلاث عناصر اللي حكينا عنها، هي البروتين والحديد والزنك. هلا بين على هالطاوله شو اللي موجود مثلا عندنا؟ عندنا ضمن البروتين النباتي، نعم احنا حكينا عن البروتين الحيواني موجود باللحوم وموجود بالأسماك وبالدجاج. البروتين النباتي للأشخاص النباتيين أو للأشخاص اللي حابين ينوعوا، يعني مشان ناخذ من الطرفين، البروتين النباتي طبعا موجود بالفاصولية ومنتجاتها، حتى العدس، يعني حتى الفاصولية والعدس. امسكهم سوا ولا تمام. إذا الفاصولية والعدس بيحتوى على نسبة عالية من البروتينات وأيضا الحديد، فإذا نحن هيك بنكون عم نأمن الحديد والبروتين مع بعض. طب رولا، لما بنقول مثلا انه احنا بدنا ناخذ كميه من البروتينات او الحديد، او يعني خلينا نقول او كميات يعني هالنباتيه، يعني قد ايه مثلا بالاسبوع بالشهر لازم نتناول هيك كميه لحتى يكون فعلا عم نعطي شعرنا الكميه المناسبه؟ هلا ممكن مثلا انا باليوم دخل يا بروتين حيواني يا اما بروتين نباتي. باليوم لازم؟ طبعا طبعا بشكل يومي بده يكون استخدام البروتين بشكل يومي. ليه؟ وخاصه من هي المنتجات، لانه اصلا البروتينات من اللحوم الحيوانيه والنباتي المنتجات النباتية تحتوي أيضا على الحديد، ونحن كتير بيهمنا عنصر الحديد بتغذية الشعر، فإذا هذا المنتج بيعطينا يعني الطرفين، البروتين والحديد. تمام. هلا نحن عنا مثلا أيضا البروكولي، بناخذهم بنحطهم هون. طيب. معلش أيوة تمام، نحطهم لا بنحطهم هون قدام. عليه تمام. هي مثل ما قلنا هدول العناصر النباتيه اللي بده اياها المنتجات النباتيه. نعم. هي بالنسبه لتواجد الحديد، ايضا الحديد والزنك موجودين عندك بالمكسرات بكميات ممتازه، يعني بالنسبه هون عندنا الحديد والزنك. هلا موجودين طبعا بالمنتجات، يعني لما اقول انا حديد موجود بالمكسرات او الزنك موجود، ما معنى انه ما موجود بمنتجات ثانيه. طبعا هو موجود كثير بالمنتجات الحيوانيه الحديد والزنك، اي شيء
يحتوي على بروتين فيه حديد وزنك بنسبة جيدة وممتازة. بس نحن عم نعطي خيارات أخرى. نعم نعطي خيارات تانية للأشخاص اللي حابين ينوعوا. ونحن دائما بنذكر إنه يوميا إذا باخذ كمشة من المكسرات بتكون كتير مفيدة، فيها نسبة المعادن اللي ذكرناها، وفيها أيضا نسبة ممتازة من الأوميجا 3. والأوميجا 3 هو أيضا من العناصر الغذائية اللي نحن ما ذكرناها، لأن إحنا قلنا الحديد والزنك والبروتين، وأيضا الأوميجا 3 من أهم العناصر الغذائية اللي بتغذي الشعر وبتعطي لمعان للشعر. فهون بقى بننتقل للفكره اللي الاشخاص اللي حابين مثلا ينتبهوا على لمعان الشعر، يقول لك انه انا شعري تمام ما بيتساقط وبيطول، ولكن باهت ما عنده هي الحيويه اللي بتشوفيها بالشعور الصحيه. هلا هي شو بيكون نتيجه نقص اي فيتامين اللي بيكون الشعر الجاف او الشعر اللي ما فيه لمعان؟ صحيح، هلا هو اكثر شيء الاوميجا 3 وبقيه العناصر بتاثر، ولكن الاوميجا 3 بالدرجه الاولى مع بعض انواع الفيتامينات، يعني مضادات الاكسده اللي موجوده بفيتامينات A وفيتامين E وفيتامين C، هذول كلهم بيأثروا كتير بلمعان الشعر ونضارته، لأنه هن مثل بيعطوا مناعة. فالشعر الصحي اللامع هو بيكون شعر قوي والمناعة فيه قوية، ما بيكون متساقط. عادة ما بتشوفي شعر متساقط، أو عفوا ما بتشوفي شعر ما بيتساقط وما نو لامع. عادة اللي ما بتساقط بيكون فعلا شكله حلو وتحسي ما فيه تقصف أبدا. تمام، سوف نكمل رولا في هذا الحديث الشيق، لكن دعينا سويا ننتقل إلى هذا الخبر. مشاهدينا، على الأهل أن ينتبهوا إلى طول البنطلون لطفلهم، إذا كان لا يتغير فهذا دليل على أن طفلهم لا ينمو. دعونا نشاهد هذا الخبر. أيها الآباء والأمهات، إذا كان أطفالكم يستطيعون بارتياح ارتداء ألبستهم التي كانوا يرتدونها سابقا في السنوات الماضية، فإذا لم يتغير طول التنورة أو طول البنطلون فيجب الانتباه، فالمختصين ينبهونكم ويلفتون نظركم إلى التأخر في النمو. يجب الشك في تأخر نمو وطول الأطفال الذين هم قصيري القامة بالنسبة للأطفال من نفس العمر الموجودين في الصف معهم. في الحالة الطبيعية يجب التحقق من نمو الأطفال في كل عمر ضمن نسبة معينة. يوجد منحى بيان للنمو جاهز حسب الجنس ووفقاً للطول والوزن، يشير إلى الحد الأدنى الذي يجب أن يكون متوفراً. فإذا كان الطفل تحت حدود القيم المحددة، أو عندما يكون الطفل يسير بشكل طبيعي وفقاً للمعطيات الطبيعية الموجودة وينحدر سيره، فهذا يعني أنه من الممكن أن يكون لديه تراجع في النمو. الطول يتحدد وفقاً للنسب التالية: في السنة الأولى 25 سنتيمتراً، ومن 10 إلى 12 سنتيمتراً وسطياً في العمر بين سنة إلى سنتين، و7 سنتيمتراً في السنة بين العمر من سنتين إلى 4 سنوات، و5 سنتيمتر في السنة من العمر 4 سنين إلى سن المراهقة. يتحقق الطول على مدى سن المراهقة بشكل عام بين 20 إلى 25 سنتيمتر للبنات وبين 5 إلى 30 سنتيمتر للذكور، بالإضافة إلى أنه إذا كان طول الطفل تحت 3% حسب عمره بالنسبة للمعدل المشار إليه في منحى بيان النمو، فإن هذا يعتبر مؤشراً إلى تراجع في النمو. أفاد المختصين أنه من بين العوامل المؤثرة في النمو الخصائص الوراثية والتغذية والتوازن الهرموني وبنية العظام والآثار النفسية والاجتماعية والأمراض المزمنة. يجب الانتباه على الأخص إلى الأمراض المزمنة، وعلى الأخص أمراض الاضطرابات الهضمية. يجب الاستفسار والبحث في هذا المرض في الأطفال الذين لديهم قلة في الوزن وقصر في القامة. التغذية تأتي على رأس أهم المؤثرات في النمو. حسب المختصين، لا يمكن أن نتوقع الطول في القامة للأطفال الذين تغذيتهم سيئة. مشاهدينا، نكمل معكم بمشاكل الشعر والعناصر الغذائية المهمة له. رولا، كنا تحدثنا عن بعض المشاكل في الشعر، الجفاف والتساقط، مسألة الشعر الأبيض رولا، ويعني عند الصبايا يظهر، يعني تكون السيدة عمرها صغير لكن يوجد شعر أبيض. فيعني ما هو العنصر الذي يكون ينقصها حتى يظهر هذا الشعر الأبيض مبكر؟ هلا الشعر الأبيض إذا ظهر بالأعمار المتقدمة، يعني بعد 40 أو 45 لبعد 50، هذا شيء طبيعي من تقدم العمر اللي بيصير انه الشعره بتفقد قدرتها على تكوين الصبغه.
اللي هي متعودة عليها يعني اللون الأسود أو اللون الأشقر بتفقد القدرة على تكوين صفاف فبتظهر بلون أبيض. هذا شيء طبيعي طبعا بعد العمر الأربعين والخمسين، ولكن حتى مع بعد العمر الأربعين والخمسين ممكن نحن نأخر ظهوره بتناولنا لبعض الأغذية. النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا في أشخاص بيظهر عندهم على بكير على يعني بالشباب، هدول أشخاص بيكون وراثي، أغلبه وراثي، بيكون طبيعة الأهل يعني في شيب على بكير أو في شعر أبيض على بكير. الفكرة هون ممكن نحن نقلل من ظهوره، يعني ما بنمنع على فكرة، ما في منع يعني انك تمنعي وراثي. طبعا الوراثي حيأثر، والعمر يعني تقدم العمر حتى بعض المشاكل النفسيه ممكن تؤثر على ظهور الشعر الابيض، يعني الخوف، الهلع، الغيره طبعا. ولكن يعني ممكن بعض الاغذيه كثير تسبب لظهور الشعر الابيض اذا كان في عندنا نقص بعنصر البي 12 اللي هو البيوتين. البي 12 نعم، هو هذا الفيتامين عاده اذا نقص كثير بالجسم ممكن يصير، اذا ما كان عنده عامل وراثي وما عنده تقدم العمر ولقيت انه في شعر ابيض بكميات كبيره معناته في مشكله بنقص ببعض العناصر الغذائيه، بدها تراجع طبيب او بدها تحلل فيتامين البي 12 لانه هو السبب الرئيسي لظهور الشعر الابيض اذا كان ما في عوامل ثانيه. طب البي 12 باي اغذيه موجود؟ تمام، هلا البي 12 موجود كثير بالمنتجات الحيوانيه، بنقدر نحصل عليه بسهوله يعني الاشخاص، بس ممكن الاشخاص نباتيين يصير عندهم يعني هي المشكله لانه ما عاده ما بيركزوا ابدا على اللحوم طبعا، عن البيض كلها هي تحتوي على فيتامين البي 12 فبنركز عليه. هذا كثير بيساعد بانه يقلل من ظهور الشعر الابيض. كمان في فيتامين بي 5 وبي 6. بي 5 وين موجود؟ البروكولي. بالبروكولي طبعا، البروكولي هي من يعني النباتات المحببه جدا لقلبي. ايه انا كمان عن جد هيك طعمه جد جدا مميز ومفيد ايضا، لذيذه جدا وسهله بالطبخ، فانا بحب الاكلات اللي بتكون سهله وسريعه. صح. ايضا هي بالنسبه لفيتامين بي 5 يعني الفيتامينات المهمه جدا لمكافحه ظهور الشعر الابيض او يعني تكثيره، ممكن الاشخاص اللي بلش يظهر عندهم بعض الشعرات البيض تنتبه على الفيتامينات اللي موجوده بهي الاغذيه، اللحوم الحيوانيه، الفيتامين بي 12، البي 5 موجود بالبروكولي والافوكادو، يعني فينا كمان نحصل على الافوكادو، والبي 6 موجود بالموز وبالمكسرات. جميل. فرح بقى نذكر المشاهدين انه البي 6 بالموز وطبعا بالمكسرات، والبي 5 بالبروكولي، واخيرا البي 12 بالمنتجات الحيوانيه. فاذا هيك بشكل عام بنكون عم نحصل على اهم الفيتامينات اللي بتكافح ظهور الشعر الابيض. هي بالنسبه لمشكله يعني الشعر الابيض والناس اللي بتعاني منه، بس بدي نبه انه مو الكبار بالعمر، طبعا الكبار بالعمر ما في مانع انه يتناولوا من هي الاغذيه، ولكن يعني ما يفكروا انه هذا الحل فقط، يعني الحلول بتكون دائما بتلوين الشعر وصبغه يعني. تمام. الاظافر رولا كمان ايضا نفس المشكله والمعاناه. صحيح. تكسر الاظافر، احيانا تظهر خطوط بيضاء على الظفر. صحيح. يكون يعني مظهرها ضعيف. فايضا نفس المشكله بالنسبه لي. تمام. يعني كمان بنيه الشعر يعني تحتاج الى عناصر غذائيه، هناك نقص يكون. صحيح. فحدثيني عن الموضوع. طبعا هلا الحقيقه البشره والشعر والاظافر كثير بتشابهوا ب يعني نوعيه المواد الداخله بتركيبهم. النسبه العظمى لتركيب الشعر والاظافر هي من البروتينات. فاذا كل الاغذيه اللي حناخدها للشعر حتقوي الشعر، وايضا بالمقابل حتقوي الاظافر. الفتيات الناشئات اللي مثلا بيعملوا ريجيم قاسي، او النساء حتى لما بتعمل ريجيم غير مدروس وعند شخص غير مختص، ممكن تلاحظ انه بعد ما تعمل تبلش تبدا بالريجيم مثلا بعد شهر او شهرين، طبعا ضعف الشعر والاظافر مو فورا بيظهر، بعد فتره يعني مثلا بعد شهرين او اربع شهور، احيانا بعد سنه من نقص العناصر الغذائيه، بتلاحظ انه شعره بيبدا يتساقط مع تكسر في الاظافر او ظهور النقاط البيضاء اللي ذكرتيها. فهون بنلاحظ انه في ربط حقيقه بين الاظافر والشعر. الاظافر طبعا موضوع طويل، ممكن نحكي عن مشاكله بحلقه مخصصه لحاله، عن مشاكله وكل حل لها مثل ما اليوم خصصنا، ولكن سريعا الاظافر بشكل عام نفس تركيبه الشعر كثير بتهتم بالعناصر البروتينات مثل ما ذكرنا الموجوده بالمنتجات المختلفه، والحديد والزنك. هلا النقاط البيضاء اللي ذكرتيها امتى بتطلع؟ لما بيكون في نقص بعنصر الزنك والحديد. الزنك والحديد. تمام. اللي هو متواجد وين؟ متواجد عادة بالمكسرات. بالمكسرات الزنك والحديد متواجد بالمكسرات. بعد هلا بعد الحلقه لازم نغذي حالنا بالزنك والحديد. كمشه واحده. المشكله انه لما بتقولي للناس يعني كله مكسرات لازم ضروري ناكل، بصير انه اوه هذه مفيده خلص فبنفتح لها. ايضا ايضا بالمنتجات الحيوانيه موجوده بكثره الزنك والحديد، ففينا نحصل عليها بسهوله يعني ما هي صعبه. بشكل يومي نحن عم نطبخ
فضمن الطبخ كتير مهم اني انتبه لكمية اللي عم باكلها من البروتين، الكمية عم باكلها مثلا البروتين النباتي او من المكسرات ممكن اخذها. ايضا موجودة يعني بدي احكي عن نقطة مهمة جدا، هي مضادات الاكسدة. مضادات الاكسدة هي من الفيتامينات طبعا اللي موجودة بانواع مختلفة من الفواكه والخضار. في عنا فيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين سي. فيتامين اي وين موجود؟ هون على الطاولة بالمكسرات. بالمكسرات تمام. المكسرات شوفي قد ايه فيها اوميجا 3، عندنا الزنك، عندنا الحديد، عندنا الفيتامين اي، يعني مليئه حقيقه بالفوائد. طب وللفلفل ما حكينا عليها؟ فيتامين سي هون موجود بالفلفل. طبعا موجود بالفلفل الاخضر بكميات كتير مرتفعه، حتى بيوصل لمرحله انه فيه كميات اكثر من الحمضيات. جاي اقول لك انه نحن دائما بنربط الفيتامين سي بالحمضيات، بس الناس لازم تعرف ايضا انه الفلفله يعني هي الفلفل الاخضر، والفلفل الاخضر هو بشكل يعني عام، ولكن الفلفل كثير فيه، وحتى الفراوله والفراوله ايضا. تمام. هلا بالنسبه لاخر فيتامين، احنا حكينا هون عن فيتامين اي وسي. فيتامين اي طبعا موجوده بالفواكه والخضار الملونه باللون البرتقالي. طبعا عندنا البطاطا، البطاطا الحلوه، وايضا الجزر بشكل عام. اي لون من الوان اللون البرتقالي بيروح للفيتامين اي اللي هو مهم جدا. ولكن ننبه هون نقطه سريعه انه فيتامين اي اذا زاد عن حده بسبب تساقط بالشعر. تمام. فاذا بيقولوا لي طب ما ناكل جزر؟ لا، ناكل جزر بس ما ناخذ مكملات غذائيه بفيتامين اي، لانه هي المكملات الغذائيه اذا اخذناها وصار عندنا بكميات كبيره باجسامنا ممكن تسبب هي تساقط الشعر، لانه بتسبب سميه في الجسم. فاذا ننتبه بس من هذا، لكن بالشكل الطبيعي، الشكل الطبيعي ما في ابدا، انه ما حدا حياكل كيلو مكملات اكيد، ما حدا حياكل كيلو طبعا. نشرب كاسه عصير من الجزر او أكيد. جزره واحده. رولا عندي هون السبانخ، فحدثيني ايضا. السبانخ تحتوي طبعا بنسبه عاليه جدا على الحديد. يعني السبانخ هي اكثر الخضار الورقيه، هي والبروكولي والجرجير اكثر الخضار اللي تحتوي على نسبه عاليه جدا من الحديد وحتى الزنك. فاذا احنا اذا عم ناخذها عم ننتبه كثير لتساقط الشعر. يعني هي الاغذيه لو الناس تسجل على ورقه شو هي اكثر الاغذيه اللي تحتوي على حديد وزنك والبروتينات، كثير بفيدهم بتحسين غذائهم. يعني رول انا اذا بدي اقسم هلا مشان نسهل على المشاهدين، مثلا فيني اقول انه المجموعه اللي عندي هي اللي بتغذي الاظافر، هي اكثر شيء مفيد للاظافر، واللي عندك هي للشعر، ولا هي اساسا كلها نفس البنيه فبتغذي الاثنين؟ هي الحقيقه نحن بنتوقع انه في اكل نوع واحد بيغذي بس الشعر، الحقيقه خاطئه. لانه مثل ما ذكرت لها مثلا المكسرات فيها الاوميجا 3، فيها الفيتامينات، فيها المعادن، فما فيك تقولي انه يعني اكله واحده او نوع اغذيه واحد بيفيد فقط الشعر. هو الحقيقه بيفيد الجسم كله تماماً. وبيشبع، بيكون مشبع، وبيكون مفيد حتى ل مثلا الدهون الموجوده، الدهون مفيده حتى لعضله القلب. ولكن بشكل عام نحن هون عم نحكي عن الشعر والاظافر، كثير متقاربين بالبنيه. ففينا نوحدها مشان الناس حتى تصير يعني عندنا خيارات. لازم ناكل سبانخ، او مثل ما قلنا ممكن حل مثلا اللي هو الروكم مثل ما بيقولوا بتركيا، او الجرجير. فيتامين سي موجود بالفلفل الاخضر، ومثل ما قلنا الحديد والزنك في المكسرات. هلا الزنك والفيتامين اي مثل ما قلتي بالجزر، بالجزر والبطاطا الحلوه. بطاطا الحلوه. طب ضل عنا الذره الصفراء. الذره فيها نسبه عاليه من الزيوت المفيده جدا، لانه احنا عاده بنحب ناخذ الزيوت من مصادر مفيده. هي كثير مفيده للاشخاص، احنا مثل ما قلنا الاوميجا 3 مهمه جدا للاشخاص. خلينا نفرجي الناس بس الذرة. في نقطة مهمة انه عادة انا يعني لما كنت عم بحكي عن الزنك نسيت اقول انه الزنك طبعا موجود بالمصادر الحيوانية وموجود بالمصادر النباتية. ايهما تفضلي؟ الافضل دائما بناخده من المصادر الحيوانية، ما في غلط انه ناخده من المصادر النباتية. ولكن ليش المصادر الحيوانية؟ انه بالمصادر النباتية اللي موجودة بالخضار في مادة الفايتات، هاي المادة ممكن تؤثر على امتصاص الزنك بالجسم. هي نفسها هي المادة موجود مثلا الزنك بالبقوليات، بنفس البقوليات موجودة الفايتات، هاي بتخلي امتصاص الزنك في الجسم اقل. هي بتمتص جزء من الزنك. فنحن شو بنعمل؟ هو ممكن يتم نقع البقوليات بالماء قبل بيوم حتى تتخلص من هاي الماده، لانه هي كثير بتساعد بتركيز الزنك بالجسم. جميل. او بناخذه من مصادر حيوانيه لانه حتى امتصاصه اعلى بالجسم. في نقطه اخر شيء، يعني هلا الناس بتقول انه طيب الحيوانات البحريه المحار والسلطعون تماما الكرومب، كلهم هدول بيحتوي على نسبه عاليه جدا من البروتين والاوميجا 3 والزنك. يعني الزنك اذا بدنا ناخذه من مصدر كثير عالي هو المحار الحقيقه. معنا اتصال رولا حسن من تركيا. تفضل يا حسن. يا اختي تفضل. ابوي معه مرض السكر، بصير ياكل المكسرات اللي ممنوع. ابوك معه مرض السكر؟ نعم. ممنوع ياكل مكسرات اللي مضبوط. تمام.
هل في سؤال آخر؟ لا تمام. ايش تفيد يا بابا؟ طيب طيب تمام، علي العافية الوالد وشكرا لاتصالك يا حسن. عم يسأل عن موضوع آخر بس لازم نجاوبه. عم يسأل إذا المكسرات طبعاً. مثل ما شفتي إنه هل يعني مريض السكري ممكن طبعاً. إنه يأكل مسكرات؟ طبعاً طبعاً مكسرات. طبعاً طبعاً بشكل طبيعي بيتناول مكسرات، ولكن مشكلة يا حسن يا أبو حسن بالكميات اللي أحياناً بيتناولها الإنسان، يعني أحياناً لما تزيد عن حدها ممكن سبب له سمنة، وهذا شيء طبعاً بيزيد من مرض السكر. يعني الأشخاص اللي عندهم سمنة بيأثر سلباً عليهم إذا كانوا عندهم مرض السكر، فبدنا ننتبه من هاي النقطة إنه المكسرات ما فيها أي مشكلة ولكن بكميات بسيطة. الدهون اللي موجودة فيها يعني بالعكس دهون مفيدة للجسم، ممكن يأخذها يعني بشكل يومي ولكن ما تتعدى قبضة اليد، ما تتعدى القبضة الواحدة. تمام. أنا بدي أتشكرك أخصائي تغذية رولا علوش على هالمعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها لليوم، وإن شاء الله أكيد فادت كل المشاهدين. شكرا لك. شكرا مشاهدينا. سوف نستقبل بعد قليل الدكتور مختار محمد، سوف يحدثنا عن إنفلونزا الأطفال، تابعونا. مع ازدياد برودة الطقس ازدادت عدوى الإنفلونزا على الأخص أطفالنا، كيف يجب علينا أن نحميهم؟ كيف يمكن تقوية مناعتهم؟ كيف يجب التصرف مع الطفل الذي ترتفع حرارته؟ هل من الصحيح إعطاء علاج للطفل الذي يعاني من السعال؟ ما هي التدابير التي يجب أخذها من أجل وقاية الأطفال الموجودين في المدارس في وسط مزدحم؟ ماذا يجب أن يأكل ويشرب المرضى بالإنفلونزا؟ ما الفرق بين إنفلونزا الخنازير والإنفلونزا الموسمية؟ جميع أسئلتكم الخاصة بالإنفلونزا التي تحرصون على سماع أجوبتها بعد قليل في دليل الصحة. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. إذن سوف نتحدث في هذه الفقرة عن إنفلونزا الأطفال مع الدكتور مختار محمد وهو أخصائي في أمراض الأطفال. صباح الخير إليك دكتور. صباح الخير. شكرا كثير على دعوتكم. صراحة نبدأ بتعريف بسيط لإنفلونزا بشكل عام. يعني طبعا الإنفلونزا هو يعني مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال وعند الكبار بشكل عام. طبعا فترة الإصابة بتكون أغلب الأحيان بفترة الخريف إلى جانب فصل الشتاء اللي حاليا نحن عايشين تماما. مشان هيك دكتور نحن حبينا انه نتناول انفلونزا الاطفال، يعني مثل ما شايف هالشتويه شكل قاسي كثير والدرجات الحراره جدا منخفضه، حتى عم بيقولوا انه يعني الجو بشكل عام يعني يساهم في يعني يعني انفلونزا الاطفال. طبعاً بشكل عام الجو البرد الشديد والقارس يعني يكثر من إصابة في بإنفلونزا بشكل عام. يعني طب كيف ينتقل هذا المرض دكتور؟ طبعا المرض ينتقل بشكل عام يعني عن طريق السعال أثناء إذا كان واحد عم بيسعل، عن طريق السعال وعن طريق اللمس إذا كان مثلا شخص لمس مناطق فيها عدوى، وتنتقل الحالة عن طريق شو اسمه العطاس والسعال إلى جانب الملامسة، أو ممكن تكون عن طريق شو اسمه كمان يعني يعني الجو العام لما تكون في زحمة، يعني لما يكون في زحمة شو اسمه خصوصا الأطفال بالمدارس وروضات الأطفال. نعم طبعا اغلب الاحيان بيكون الاطفال اللي ينعدوا بهالمرض هذا بيكون في المدارس. طبعا هون يفضل يكون الطفل لما يكون ينصاب بالمرض يفضل اخذ الراحه في البيت طبعا مشان هو يرتاح اكيد وما يعدي اشخاص طبعاً. اخرين طبعاً. طب اذا بدنا نحكي دكتور عن انواع الانفلونزا ما هي؟ الانفلونزا طبعا له عده انواع، من انواع المشهوره الموجوده في بشكل عام اللي اكتشف ان الانفلونزا يعني النوع البي، النوع الأ والنوع البي والنوع الجي. طبعا كل نوع له يعني اعراضه، طبعا بيتشارك في نفس الاعراض، بس في نوع مثلا عندك النوع الانفلونزا النوع الاي هو الاخف الانواع بالنسبه للنوعين الاخرين النوع البي والجي. طبعا النوع البي طبعا بيكون هو اكثر انتشارا في فصل
الشتاء والفصل الخريف. اي يعني اذا بدنا نتحدث هو اخف يعني ما هي اعراضه؟ ماذا تكون اعراضه مثلا؟ كيف تختلف يعني هذه الانواع في الاعراض وفي المضاعفات؟ الاعراض بشكل عام طبعا احنا الاعراض يعني اعراض الاعراض الانفلونزا بشكل عام الثلاثي يعني الثلاث انواع مشاركه في بعض، بس في مثلا عندك الاعراض البي والجي بيكون اشد من اعراض الانفلونزا اي، فتكون مثلا اول شيء بتكون عنده ترفع حراري عند الطفل، الى جانب التهاب في الحلق. طبعا التهاب الاذن الوسطى بيكون عند الاطفال كمان شائع بهالفترات، الى جانب طبعا الوهن العام اذا كان الاطفال صغار صغار يعني اقل عمرا بيكون اعمار 6 شهور فما تحت بيكون الطفل يرفض الرضاعه. طبعا هو شو اسمه الحاله بشكل عام نحن يعني نعرف الحاله اذا كان شديده الطفل الرضيع بشكل عام يرفض الرضاعه والحراره اللي بتصير عنده بتكون غير قابل لل يعني غير قابل ما بتنزل حرارته يعني بيعطى خافضات حراره فوق خافضات حراره الطفل ما بينزل حرارته يعني. ايضا الوهن العام يعني هل هو عرض مرافق كل نزلات البرد او الانفلونزا؟ يعني كيف تختلف؟ وايضا الم المفاصل يعني خليني اقول عند الاطفال المتوسطين او حتى يعني الاكبر عمرا. يعني الوهن العام بشكل عام اذا بدنا نطلع الانفلونزا بشكل عام يعني ان كان انفلونزا الطبيعي الزكام اللي نحكيه نحن نقول جريب او انفلونزا الفتره الاخيره كنا عم نحكي عليه انفلونزا الخنازير بيختلف الاعراض يعني خاصه الالام المفاصل والالام العظميه، فبتكون بالانفلونزا العاديه بالموسميه الانفلونزا الموسميه بتكون الاعراض اخف شوي والالام المفاصل والالام العضلات والوهن العضلي بشكل عام اخف من الانفلونزا الخنازير اللي بتكون الالام المفاصل والوهن العام بيكون اشد. ف بهيك حالات صراحه طبعا المريض لازم يكون يلامس يعني ياخذ راحه منزليه، وطبعا الى جانب انه يكسر من السوائل والفيتامينات اللي يساعد على اكيد بدنا نحكي على طريقه العلاج طبعاً. لكن دكتور هل في فرق بين الانفلونزا ونزلات البرد؟ طبعا في فرق يعني هلا الانفلونزا نزلات البرد بشكل عام يعني ما تكون الحراره مفاجئه يعني. سوف نكمل هذا السؤال دكتور، لكن دعنا ناخذ هذا الاتصال معنا. فرج من ليبيا، تفضل يا فرج. يا هلا بكم. يا هلا اهلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبه للدكتور الحالات الانفلونزا الموجوده هذه، تفضل شو سؤالك للطبيب؟ عندي ولد يعني دين في الخاص في الوقت هذه دين عنده برد شديد بكر. مرات لنا يديروا له في الاكسجين. مرات يطلب عليه مرات يطلب عليه الرقاد يعني مرات يرقد بالثلاثة بالأربع أيام في المصح. فرج ما بعرف إذا السؤال أنا فهمته صح، حضرتك عم تسأل عن الأنفلونزا. الانفلونزا بتاعة الأطفال هذه. تبع الأطفال، شو سؤالك بالضبط عن هالموضوع؟ قلت عندي عايل ولد ولدي طبعا. تمام. مريض؟ عنده اللي في هالبرد هذه مرات في الشهر مرتين ثلاثة. ها مرض ابنك بالشهر مرتين أو ثلاثة بالإنفلونزا. إيه. قد إيه عمره الولد؟ عمره 7 شهور، من 9 شهور بالضبط. حابب تسألوا شيء دكتور عن الولد؟ طيب يعني ابنك مثلا عنده التهاب قصبات متكرر او عنده شيء حساسيه ربو؟ لا مرات لين يدروا لي دكتور مرات لين يدروا لي في الاكسجين. طبعا شكرا على كثير على سؤالك. طبعا يعني الاطفال اللي عندهم بس خلينا نسأل هل فرج في سؤال ثاني يعني حابب بعدين بالنسبه هل فرج لكبار السن؟ تمام. يعني كبار السن شو يا اخ حسن؟ فرج خاصه مثلا انا ديما عندي الربو الشعبي اللي هو الدهشه. الربو عند كبار السن. تمام. الصدر عند
تمام يا فرج، رح نجاوبك على السؤالين، شكرا يعني لاتصالك. يعني الأخ فرج صراحة سؤاله شوي ما كان مفهوم زيادة، بس أنا اللي فهمت منه أنه طبعا هو عم يسأل أول شيء دكتور عفوا عن ابن ابنه، عم يقول أنه عمره 7 شهور وبيمرض 3 مرات بالشهر، يعني نزلات البرد. النزلات البرد اللي أطفال الضعفاء بشكل عام، ضعيفي البنية واللي ناقصي المناعة بشكل عام بيتعرضوا إنفلونزا أكثر من الأطفال الأصحاء بشكل عام. يعني الطفل اللي عنده يعني عنده ربو فبيكون نسبة تعرضه للإنفلونزا بشكل عام الإنفلونزا الموسمي أكثر من الطفل اللي ما عنده ربو أو ما عنده. ممكن الطفل يكون عنده ربو هن ما بيعرفوا. ممكن يكون الحالات الربوية والحالات اللي يكون في عنده آفات قلبية عند الأطفال بشكل عام نسبة التعرض للإنفلونزا بشكل عام أكثر من الإنسان. طب شو ممكن يتصرفوا دكتور بهيك حالة؟ يعني إذا طفل عم يصاب 3 مرات بالشهر، هل هذا دليل على شيء خطير مثلا؟ شو لازم يتصرفوا؟ الله شو يعني الطفل اللي يكون بيتعرض لي إلى حالات متكررة من الإنفلونزا، أنا برأيي طبعا وكل الدراسات بيأكد الموضوع هذا، أنه لازم يكون الطفل بداية الموسم الشتاء بشكل عام، يعني طبعا هي بيجوز نحكي بعد شوي، يأخذ التطعيمات اللازمة لل للإنفلونزا مشان يخف الأعراض ويخف عدد المرات الإصابة بإنفلونزا. أيضا تحدث عن نزلات البرد أو غيرها. شوف قبل شوي كنا عم نحكي عن يعني نزلات البرد والنزلات يعني والإنفلونزا في الفرق بين عند الكبار. يعني نزلات البرد بشكل عام يعني إذا 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 جينا على أعراضه بشكل عام بيختلف عن الإنفلونزا. يعني نزلات البرد بتكون ما تكون فجائية، ما تكون بشكل فجأة تمتجي. يعني مثلا عندك العرض ارتفاع الحرارة والحمى بشكل عام بالنزلات البرد بتكون يعني قليل جدا، بيكون درجة الحرارة درجة حرارة الطفل تقريبا شيء 37 37.5. أما في نزلات الإنفلونزا بشكل عام تكون حرارة فجائية، حرارة أول يومين بشكل عام حرارة عالية، وطبعا بإعطاء الخافضات الحرارة ما بتنزل درجة حرارة الطفل. فيعني نزلات البرد بشكل عام بيكون اخف من نزلات الانفلونزا يعني بشكل عام عند الكبار وعند الصغار. وعند يعني الصغار طبعا هون بيكون اللي عند الكبار بشكل عام او حتى عند الصغار بيكون بشكل اخطر لما يكون عندهم امراض مرافقه لحالات الانفلونزا بشكل عام، يعني مثل الافات القلبيه والافات الربويه بشكل عام. يعني تمام، سوف نكمل دكتور في هذا الموضوع، لكن دعنا نشاهد سويا هذا التقرير عن الجريب اعراضه وطرق الوقايه منه لنشاهد. لقد حدث ازدياد في حالات الانفلونزا مع قدوم فصل الشتاء، ولكن كون أعراض الإنفلونزا والرشح متشابهين مع بعضهما البعض، فإن عدم التفريق بين هذين المرضين شائعاً بكثرة. ما هي الأعراض الظاهرة في الإنفلونزا وغير موجودة في الرشح؟ قبل كل شيء، ارتفاع الحرارة هو علامة الإنفلونزا الأولى، ومن بين أعراض وعلامات الإنفلونزا بجانب الحرارة المرتفعة مباشرة التعرق والرجفان وصداع الرأس، وبجانب شكوى المريض من التعب المضني، فمن الممكن أيضاً ظهور غثيان في المعدة وتقيؤ وحتى الإسهال. ويؤكد الخبراء على ضرورة مراجعة الطبيب على الإطلاق في حال استمرار هذه الشكايات أكثر من 3 أيام. وأفاد الخبراء المختصين مؤكدين على ضرورة عدم إهمال معالجة الإنفلونزا قطعياً على الأخص الأطفال ومن عمرهم فوق 65 سنة، والحوامل والمصابين بالسرطان ومرضى القلب. كيف سنقي أنفسنا من الإنفلونزا؟ الطريقة الأكثر فعالية في هذا الموضوع هو لقاح الإنفلونزا الذي يضرب مرة واحدة بالسنة، ولكن حتى لقاح الإنفلونزا يفقد وقايته القاطعة تجاه الفيروسات الخاضعة للتغيرات كل عام. بالمناسبة، إنفلونزا الخنازير التي تتسبب في وفاة الناس كل عام تقريباً تحمل في البداية نفس الأعراض التي تحملها الإنفلونزا الموسمية. إن إنفلونزا الخنازير التي تنتقل من شخص لآخر عن طريق السعال والعطس أو عن طريق استخدام الأشياء الخاصة أو عن طريق الالتماس والتواصل تعتبر أهم الأمراض المعدية في العالم خلال 50 عاماً الأخيرة. فيروس إنفلونزا الخنازير تستطيع أن تبقى حية 8 ساعات على سطح مسكات الأبواب والمنضدة والكأس، والوقاية الأفضل لمنعها من الوصول إلينا هو تنظيف هذه السطوح بكثرة قبل كل شيء وغسل الأيدي بكثرة. أحد طرق منع التقاط عدوى هذه الإنفلونزا القاتلة التي تنتقل عبر مسالك التنفس
هو وضع كمامة أثناء التجول في الأماكن المزدحمة. بشكل مختصر، جميع التدابير التي تأخذونها من أجل الوقاية من الإنفلونزا ستقوم بتخفيض خطورة الوقوع بإنفلونزا الخنازير إلى أدنى حد. ما زلنا معكم مشاهدينا نتحدث عن الإنفلونزا مع الدكتور مختار. دكتور، يعني متى الحالة تستدعي دخول المشفى عاجلا أو الذهاب إلى الطبيب؟ يعني ما هي المضاعفات التي تستدعي ذلك؟ الأطفال بشكل عام، إذا حكينا عن الأطفال، يعني الأطفال اللي أعمارهم فوق 6 أشهر، الطفل لمن يعني يصاب بإنفلونزا بشكل عام لما يكون في حرارة عالية جدا بإعطاء الخفضات الحرارة للطفل وحرارته ما بتنزل صراحة، هذا الحالة تستدعي إنه الطفل يدخل إلى المشفى. طبعا إلى جانب إذا كان الطفل عم يرفض رضاعة، الأطفال الصغار طبعا أقل من أعمارهم 6 أشهر، رفض رضاعة طبعا هذا كمان يستدعي لدخوله إلى المشفى. الطفل اللي هائج وضايج، يعني مثل بيجي حالات اختلاج، حالات نوبية صرعية على شكل نوبات صرعية، كمان تستدعي لدخوله إلى المشفى. طبعا هاي الأعراض اللي عم نحكي عليها عند الكبار طبعا غير ممكن يكون أخف من الصغار، بس الأطفال اللي أعمارهم تحت 6 أشهر بيكونوا أشد يعني خطورة وأشد، يعني إنه الطفل دائما يكون تحت مراقبة بشكل عام. شو أكثر المضاعفات دكتور اللي ممكن شاهدها؟ شوفي، يعني المضاعفات بشكل عام يعني نحكيها، المضاعفات ممكن يكون التهاب رئوي، يعني ممكن يكون عند خاصة عند الكبار، ممكن تكون عند الأطفال الصغار تبدأ التهاب الأذن الوسطى بشكل عام، آلام شديدة، حرارة شديدة عند الطفل، الإقياءات الشديدة ممكن يؤدي إلى إنه الطفل ما بيحسن يرضع، يعني يتقيأ كثير بشكل جسمه. من المضاعفات طبعا ممكن الامراض اللي بتكون مرافقه مع الحاله، مثل مرضى السكري بشكل عام. يعني صراحه في مضاعفات كثيره، يعني اذا حكينا فيه بده برنامج خاص كثير يعني على الموضوع. تمام، هي بالنسبه للصغار. بس اهم الاعراض اللي حكيت لك، يعني المضاعفات اللي ممكن تكون مثل ما قلت لك، يعني التهابات الاذن الوسطى والتهابات، التهاب قصبات شعرية والتهاب قصبات بشكل عام عند الأطفال، يعني التهاب القصبات أيضا. طب هل هذه أيضا موجودة عند الكبار أم تختلف؟ يعني المضاعفات يعني عند الكبار بتكون أخف من الصغار. عند الكبار ممكن يكون مضاعفات طبعا إذا كان المريض يعني عنده أساسا بمرض رئوي ربو مثلا، فبأثناء الإصابة بالإنفلونزا بيزيد عليه فبيتراكم عليه أكثر. إذا المريض عنده آفة قلبية، ممكن تكون عنده آفة قلبية فأثناء إذا كان عنده روماتيزم أو روماتيزم بيزيد الآلام المفصلية بيزيد عنده. فيعني صراحة الإنسان القليل المناعة بشكل عام أثناء الإصابة بالإنفلونزا فبيكون مضاعفات عنده أكثر. مثل الإنسان العادي أو الطفل العادي اللي عنده نزلات بردية أو عنده إنفلونزا بشكل عام، إصابته بالسنة مرة أو يعني أحيانا ما بينصاب يعني، فبيكون الإصابات بيكون مضاعفاته بيكون أخف كمان يعني. طب هل المريض المصاب بالإنفلونزا يعني يجب أن يدخل المشفى دكتور؟ مش كل المرضى اللي يصابوا ب يعني دخول المشفى. طبعا مثل ما قلت لك، يعني المضاعفات اللي حكينا عليه هي المضاعفات اللي ممكن يخلي الطفل أو المريض يدخل على المشفى. المضاعفات اللي الإنسان اللي يكون ضعيف البنية، الإنسان اللي يكون عنده افات مثل ما قلت لك، يعني افات قلبيه وافات الرئويه تستدعي دخوله للمشفى. واهم عرض طبعا اللي عم نحكي عليه هو العرض الحراره، ارتفاع الحراره والحمى اللي ما بتنزل، هذا يعني هذا طبعا عرض خطير. فيعني دخول المشفى ضروري جدا للطفل الصغير يعني. تمام. طب دكتور، عن علاج الانفلونزا، يعني صحيح يقولون انه يعني علاج الانفلونزا 7 أيام يا اما اسبوع، يعني هي نفسها يعني انه لازم ياخذ يعني وقته؟ طبعا هلا اذا بدنا نحكي على فتره الحضانه تبع المرض بشكل عام، يعني من 3 أيام الى اسبوع فتره الحضانه، حضانه الفيروس بشكل عام. يعني هدول ال7 أيام لازم يمروا، يعني لازم طبعا طبعا على العلاج. يعني اذا بدنا نحكي نتطرق على العلاج، يعني علاج المراحه تامه في البيت، يعني اكسار من السوائل بشكل عام. طبعا الى جانب اعطاء، طبعا في كثير ناس بيحكوا طيب المريض اللي عنده انفلونزا بشكل عام يعني او الجريب يكسر من الفيتامينات بشكل عام، فيتامين سي، ليمون، يعني من الحكيات. طبعا اول يساعد بشكل عام، بس الاهم شيء انه الراحه التامه في المنزل اول شيء مشان ما يعدي الزملاء والآخرين. ثاني شيء طبعا
الراحة يعني بيساعد في استعجال بشكل عام الحالة المرضية للطفل وإن كان أو حتى الكبير يعني. ماذا عن المضادات الحيوية؟ هل من الممكن يعني أخذها في حالة الإنفلونزا؟ هلا الكثير في يعني نحن الأطباء بشكل عام يعني صراحة المريض لما بيجيك عندك عنده حرارة بشكل عام فورا في بعض الأطباء طبعا بيبدأوا بإعطاء المضادات الحيوية. طبعا المضادات الحيوية في حالات الإصابة بالإنفلونزا لن يفيد يعني لأنه الإصابة فيروسية من اسمها معروف يعني. المضادات الحيوية طبعا مضادات جرثومي بكتيريا فهمت علي ما حيفيد يعني. المضادات الحيوية ما حيفيد للإنسان المصاب بالفيروس فيروس بشكل عام إنفلونزا. طبعا إذا كان المريض مصاب بإنفلونزا إلى جانب عنده أمراض تانية مثلا عنده التهاب أذن وسطى سبب الجرثومي ممكن إعطاء المضادات الحيوية لكي يساعد على الشفاء. يعني إذا يعني كان بكتيري يمكن أخذ المضادات الحيوية لكن إذا كان فيروسي هذا الموسمي يعني موسمي ما حيفيد يعني ما أبدا. المضادات الحيوية بشكل عام يعني لن يفيد في يعني شفاء المريض بالعكس يعني ممكن يأخره حتى يعني لأنه بتعرفي المضادات الحيوية طبعا بيقضي على الفيروسات الضارة في الجسم والنافعة في الجسم والنافعة أيضا. تمام. طيب دكتور يعني هل هناك خلينا نقول تطعيم للوقاية من الإنفلونزا؟ طبعا التطعيم بشكل عام تطعيم يعني بدايه حديثنا كمان حكيت لك يعني تطعيم في تطعيم تطعيم بس هل التطعيم يقي المريض من الانفلونزا انه ما يصاب؟ لا التطعيم يخفف طبعا في تطعيم التطعيم يخفف من عدد الاصابات يعني ممكن المريض ياخذ تطعيم فهذا التطعيم يعني انه ياخذ تطعيم وما يصاب بالمرض الفيروس الانفلونزا لا بس بيكون نسبه الاصابه ونسبه الاعراض اللي بيكون عند الشخص اللي اخذ التطعيم اخف من الشخص العادي اللي مش اخذ التطعيم. يعني التطعيم لا يقي المريض التطعيم من الشخص من انه يصاب بالانفلونزا؟ التطعيم لا يقي التطعيم يخفف من عدد المرات الاصابه ويخفف من الاعراض اعراض المصاحبه والاعراض اللي بتكون موجوده عند الانسان بشكل عام اللي عنده انفلونزا يعني التطعيم يخفف فقط. اما انه ما ينصاب ابدا لما بياخذ تطعيم هذا ما فيه شيء يعني صراحه يعني. طب دكتور يعني قبل ما تنتهي حلقتنا حابه اخذ منك ارشادات للوقايه من الاصابه بالانفلونزا. طبعا قبل شوي كنا حكينا على العلاج في طبعا هو تامي فلو اللي صراحه زاد صيته في من فتره سنتين تقريبا هو كثير كويس للاشخاص اللي بياخذ التامي فلو للمصابين بالانفلونزا طبعا مفيد يعني مفيد طبعا بيفيد يعطى التامي فلو بشكل عام للمرضى اللي المصابين اللي يعني صار اصابتهم خلال 48 ساعه يعني اذا تاخروا ما حيفيد كمان اما ويعطى طبعا التامي فلو الى المرضى المخالطين للمرضى المصابين بالانفلونزا. اذا بنيجي على الوقايه والارشادات بشكل عام يعني صراحه النظافه اهم شيء نظافة اليدين بشكل عام كتير ضروري جدا هي نقطة. النقطة الثانية ممكن تكون الإنسان أثناء السعال أو العطاس لازم يستعمل محارم عشان ما يوزع الميكروبات غسيل يد خلال فترة 24 ساعة وخلال اليوم بشكل عام غسيل يد عدة مرات بالماء والصابون وبالمعقمات بشكل عام الى جانب استعمال الوقائي التنفسي الوقايه بحط الماسك يعني يستعمل الماسك بحيث انه اثناء السعال او اثناء التنفس بشكل عام انه ما تنتقل للاشخاص المخالطين له. طبعا الى جانب عدم استعمال اليدين بشكل عام اذا كانت في خارج المنزل استخدام اليدين اثناء جميل دكتور يعني المخالطة بشكل عام صراحة اليدين لهم دور سيء في الموضوع انتقال أكيد لازم أكيد يضل إيدينا يعني نضاف طبعاً. أنا بدي أشكرك الدكتور مختار محمد أخصائي في أمراض الأطفال على حضورك والمعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكراً كمان نحن نتشكركم وإن شاء الله يكون قد أفدنا المستمعين والمشاهدين إن شاء الله في بعض النصائح اللي قدمناها. أكيد شكراً لحضورك. شكراً مشاهدينا لنشاهد في هذا التقرير ما في جعبتنا اليوم غد. الكلى من أهم الأعضاء التي تجعل جسمنا يستمر في حياته. ما هي أسباب فشل الكلى؟ هل الأدوية التي نتناولها تضر بالكلى لدينا؟ كيف نعلم ما إذا كانت الكلى لدينا مريضة أم لا؟ كيف يؤثر ضغط الدم العالي ومرض السكري على الكلى؟ لمن يتم نقل الكلى؟
ما هي الأمور التي يجب أن يقوم بها المريض الذي يتم زرع الكلالة؟ تابعونا غدا لنجيبكم على جميع هذه الأسئلة وغيرها في دليل الصحة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، قدمنا لكم فيها الفائدة والمتعة. تابعونا غدا في مواضيع صحية جديدة. إلى اللقاء مشاهدينا، في أمان الله.